اللي جاي. الالبوم الجاي يا جماعه ان شاء الله انتظروه، يعني اذا صدق الوعد في عيد الاضحى يعني بعد 3 شهور من دلوقتي ان شاء الله يلحق باذن الله. تاخدي وقت كتير برضه، انا دايما اقول لها انت كسلانه كسلانه، هي تقول لي والله ده انا غلبانه كسلانه غلبانه والحوار. والله ابدا مش كسلانه خالص، ظروف الشغل صعبه. بس عمار انبسط انك انت رحتي له بجد. طب الحمد لله. انا معلوماتي الحمد لله معلوماتي، وهو مدكن لما قلت هو تقيل ما بيرضاش يدلعني. اقول له انغام معاك، يقول لي انغام مين؟ كده لا هو عشان بس يدكن. لا ما في ناس افصحت عن المساله، انا حاولت اداري على فكره خوفا من الحسد. بس الحسد طبعا هتحسد على عمار طبعا طبعا وعلى بهاء. بس بهاء احنا يعني متوقعين مع بعض في الالبومات، انا وبهاء بقالنا سنين بغني له وبيكتب لي يعني، انما عمار يلحن لي في الالبوم دي وبقاله كتير ما عملش كده لحد اصلا من المغنيين او المغنيات اغنيه في البوم، اغنيه عاطفيه او اي شكل يعني مختلف. اذا اقدر اقول انها مفاجاه 2008 ان شاء الله. ان شاء الله. عمار الشراعي بيبقى موسوس في شغله، متعب مش سهل يعني، دايما عايزك هو بيغني اللحن وعايزك تطلعيه زي ما هو عامله صح، ولا انت تعاملك معاه بيبقى مختلف؟ الحقيقه مش عارفه، لانه انا اللي بيحصل معايا شيء عجيب، وتقدر تساله في الحكايه دي يمكن يرد عليك يقول لك ليه. هو ما بيقعدليش وانا بغني يعني، بيبقى موجود اول ما اقف قدام المايك يمشي، ما اعرفش بيعمل كده ليه الحقيقه. انا حاولت اساله السؤال ده ما ردش عليا وانا ببقى شايله هم جدا اني انك اكون تغني قدامه. بالعكس بالعكس، ببقى عايزه اشوف وشه وانا بغني عشان ارتاح. بس ارتاح انه تمام مبسوط. مهم انك تشوفي وش الملحن وهو في الاستوديو بعض الاحيان مع عمار، مع ان انا عارف انك انت بتحبي تغني في وحدك خالص. غالبا الطقس مختلف تماما، غالبا في ضلمه. غالبا لا 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 خالص مش في ضلمه ولا حاجه، لا بالعكس بحب انه يعني انا ومهندس الصوت اللي بيسجل لي نكون بس اصحاب، واخد عليا يعني ويريحني يعني. غالبا بيبقى مهندس صوت او الموزع مثلا، الملحنين مش غالبا بيحضروا الغنى. بس حاجه كويسه والله. بص ملحن المفروض يقعد كده يشوف ايه اللي بيحصل في لحنه. لا لا، في حد بتبقى شخصيته ممكن تبقى صعبه، ممكن يوترك، ممكن حد يبقى بيعرف يغني قوي فيقعد يقترح عليك افكار كتير. وعلى فكره مثلا من الملحنين اللي بيغنوا حلو قوي خالد عز، اللي هو عاملي ما بتعلمش وكل ما نقرب واتمنى له الخير، ده مغني خالد فعلا رائع كويس واحساسه. فانا لو قعد قدامي خالد عز هتتلخبط. لا مش هتلخبط، هو يقول فكره وانا اقول فكره ونقعد بقى ايه نباصي لبعض افكاره نروح وغني في يوم تاني يعني مش هنخلص. عشان كده وبكده نقدر نعرف ايه السر اللي بيخلي انغام تقعد لها سنتين ثلاثة عبال ما تطلع لنا. لا لا ما بخليش خالد يحضر طقوس لا والله لا خالص خالص، انا ما عنديش طقوس غريبة خالص بالعكس يعني. لا خالص. زيارة سرية للمكان الذي تصنع فيه انغام شكلها الموسيقي، كل ملامحها الموسيقية، من اول اختيار الكلام، موسيقى، الشكل، كل ده كلام هنناقشه بعد شويه. زاد عليا حنيني زادني دلالك عشق وانت ناسيني سيدي وصالك.